السلام عليكم أعزائي، اليوم مسوي لكم حمص وطحينة مال البيت وكلش طيبة وسهلة وسريعة. انتو دائما تشترون هاي من الأسواق، هاي أو هاي نفس الشيء هنا. المهم فانتو من تشتروها تشوفون ما بيها طعم، بس عبارة عن حامضة وشو ماكو، فهي كل شيء ما بيها، انه بس مجرد حمص وحامض حاطين لها مواد حافظة. فانتو تحطوها بهذا الخلاط، تحطوها بالمكسر وتحطوا لها نص فص ثوم، وتحطوا لها طحينة، وتحطوا لها طحينة هي الراشي، وتحطوا لها ايتي زيت، شوية زيت، اي زيت، زيت عباد الشمس، زيت زيتون اللي تحبوه انتو. المهم فشي بسيط، هيش تحطون تقريبا هيش كمية بسيطة، وتحطون كمون وملح فقط، يعني رشة ملح، بحيث ما تحطوا لها يعني لا حامض ولا اي شيء، لان هي اصلا تيجي حامضة فما لها داعي. رشة ملح، وتحطوا لها بالإضافة إلى اللبن، هذا اللبن تحطوا لها واحدة ملعقة، ملعقة ونص، انتو حسب تحبوه، هي شوية يعطي طعم طيب ولون يصير أبيض بنفس الوقت. هاي خلاص بس تحطوها بالخلاط وضربها هيجي مدة تيجي 30 ثانية دقيقة، ضربوها راح كلها تتلابس وشوفوها تطلع تخبل تجنن، كلش طيبة راح تطلع. تحياتي لكم شيف سنان عبيدي من ألمانيا.